شخصيتنا المسمومة النهاردة شخصية الفتانة، الفتانة مش الفاتنة. في ناس بتبقى فتانة بالفطرة، يعني هي دي شغلتها، هو شغلته أو شغلتها يقعد في المكان ويشغل المسجل هنا في الحتة دي، يحفظ اللي بيتقال من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان وبعدين ينقله أيا يكن، ينقله لمين؟ هيفتن على واحدة لجوزها او على واحده لحماتها او من حمل على مرات ابنها او من عمه على مرات اخوها. هو المهم شغلته ينقل الكلام من حد لحد، وخصوصا دولة المحترفين منهم اللي هم بينقلوا الكلام اللي هيودي اللي قالوا في داهيه. فهي احترافيته هنا ايه؟ ياخد كلمه حقيقه اتقالت بالفعل ويحبشها ويهيئها كأنه بيوضب طبق بابا غنوج كده ويروح ينقلها. يا ريته عنده ضمير مهني وينقل الكلام اللي اتقال زي ما اتقال بالظبط. لا، ازاي؟ لازم يحبش ويحط بهارات وتوابل عشان لما يوصل الكلام للمتلقي الكلام يجيب نتيجة. ده الفتان، ودي الشخصية المسمومة بتاعة الفتان، هنتكلم عنها كذا مرة بكذا طريقة. الناس دي محترفين.